كثير يعني ضجر على المجتمع اليمني ايضا. هناك يعني كثير من اليمنيين يتساءلون متى يكون الربح، وهم متحمسين الان على الحدود، يعني كثير من القبائل مسلحين بعتادهم بسلاحهم منتظرين لاشاره واحده ان يدخل. الرد لن يكون رد فئه او رد طائفه، رد شعب، وهذا هو الاهم. يجب ان نفكر بهذا الشكل. هذا الشعب بالكامل انتهك، ليس عبد الملك بدر الدين القطري ولا حركه انصار الله ولا قوات الجيش. الاستهداف الان استهداف لشعب بالكامل، استهداف في الغذاء، في الكرامه، في الحريه، المقدسات، في كل شيء. فالرد سيكون رد شعبي من الدرجه الاولى، هذا اول. ثانيا، نحن لا نستعجل بالنسبة للرد، نحن نريد أن يكون الرد موجع، وهذا هو الأهم. ثالثا، نحن نريد أن يشهد هذا العالم بالكامل على هذه المظلومية حتى يكون هناك تأييد من الله ونصر. لا بد أن تثبت هذه المظلومية، نحن نصبر، نريد أن يعرف شعبنا في الحجاز وشعوبنا في الخليج بشكل كامل اننا لا نريد ان نكسر المدنيين، لا نريد ان نضرب. لدينا اسلحه حقيقه، لدينا صواريخ من بقايا سلاح الاتحاد السوفيتي في اليمن في الجنوب، صواريخ تبلغ مدى 2000 كيلو، اكثر من 2000 كيلو، نستطيع ان نضرب بها، صواريخ مدمره، صواريخ تحدث أثرا كبيرا. لكن ما ذنب المدنيين؟ ما ذنب البسطاء من الناس؟ ما ذنب العامة من الناس؟ نحن معركتنا مع قوى استكبار. فنريد أن يشهد هذا العالم بالكامل على هذه المظلومية حتى يكون لأي تحرك شعبي يمني تأثيره في الواقع الميداني وتأييد من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما دمنا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة للإمكانيات أيضا نقول أنه عندنا، نحن أكبر إمكانية لدينا هي الفرد اليمني، هو المقاتل اليمني المبني بالثقة بالله سبحانه وتعالى وبالإيمان وبالتوكل على الله وبالمبادئ والقيم التي يتحرك من اجلها. هذا نعتبره اكبر سلاح، والتأييد ياتي بعد ذلك.